نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أهلا وسهلا بطلبة والطالبات في هذه الحصة من حصص المواريد والحقوق المالية. طبعا قبل الشروع في المحور الموالي للمحاور المقدمة، لا بأس أن نذكر بالعناصر المقدمة في المحاضرات السابقة، وسأذكر بنوع من الإيجاز والاختصار حتى لا يأخذ منا وقتا طويلا. كنا فيما مضى قد رأينا أن الميراث أو علم المواريث يقوم على أركان، ورأينا أن هذه الأركان محددة في المورث أو المولود. طبعا المورث أو المولود يعتبر الحجر الأساس، لكن المورث أو المولود حتى نتحدث عن قسمة تركته يشترط أن تتحقق وفاته. بمعنى هذا الشرط، بمعنى أن الحي لا تقتسم تركته، ولكن الميت المفارق للحياة هو الذي توزع تركته على ولدته. هذا شرط تحقق الموت، أن نتحقق من موته ومفارقته للحياة. ورأينا أن الموت إما أن يكون موتا حقيقيا وإما أن يكون موتا حكميا. ثم انتقلنا إلى الركن الثاني الذي هو الوارد. الوارد من الشروط المشترطة في الوارث أن تتحقق حياته بعد وفاته الوارث، وأن يتصل بسبب من الأسباب الموجبة لاستحقاقه. لا بد من هذين الشرطين، أولا أن نتحقق من حياة هذا الوارث المتصل بالمورث بسبب من الأسباب، ثم أن نتحقق من حياته بعد وفاته. وعلى هذا الأساس فإذا شككنا في حياة الوارث بعد موت المورث، أنا في هذه الحالة لا توارث بين المورث والوارث، كأن يموت المورث والوارث في حالة تسير ولا يدرى أيهما السابق من اللاحق، أو كحالة الغرق أو كحالة الحريق. في هذه الحالة إذا ما نحن انتشلنا الجثة وصعب علينا أو استحال علينا معرفة السابق من اللاحق، نقول لا توارث بينهم. جينا كطلبة ديال هاد الكلية اللي عامرة بزاف ديال المشاكل، من البحوث اللي كتعطلو الطلبة ومن الطلبة اللي غادي يستروا وما عطاوناش البحوث، وتضامنا مع واحد الطالب اللي تعرض للطرد من طرف الكلية لسبب وهي أنه قال للأستاذة أن هاد الكلية ما فيهاش تكافؤ فرص. صحيح أن هاد الكلية ما فيهاش تكافؤ فرص في ظل واحد السيد اللي بريباري 15 يوم ولا 20 يوم، وواحد كيمشي دابا من عزا حتى غادي الامتحان ويجي ينقل بليكيت ولا شيء اخر. صحيح ان واحد كينقل بليكيت في ظل ان الاداره استطاعتها ان تقطع الريزو على كل يوم وما يقطعوش. علاش؟ استطاعها انها تحبس النقيب وتقطع الريزو. علاش هذا الشيء؟ في ظل ان هذا الشيء كيقول انها صالح ليا، وتجي طالب اللي نضاف ضد واحد الوضع فلاش ما كاينش تكافؤ فرص بعد الوقت ديالو
غير رجاء راه الطريق قطع الضرب الطرد هو جزء لا يتجزا من الضرر راكم كلكم لحمه واحده شخص واحد الا تعرض فيكم في الضرب راه خصكم تكونوا عليه كلكم الشخص اللي عليه مشكل خصكم تكونوا لحمه ما تكونوش انتهازين كاع مش تشتكي إذا قلنا الركن الثاني هو الوارث ورأينا أن الوارث لا بد فيه من توافر هذين الشرطين الركن الثالث هو التركة والتركة نقصد بها المتروك ما يحلفه المورث من مال ومنقول وعقار ثم ما يتصل بعين التركة هذه كلها حقوق تورث بعد ذلك تحدثنا او تناولنا الاسباب اسباب استحقاق الارث وراينا ان مدونه الاسره حصلتها في الزوجيه والمقصود بالزوجيه هنا الزواج الصحيح الزواج الصحيح المستوفي للأركان والشروط أما الزواج الباطل فلا يترتب عليه أي شيء أما الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي شيء قبل البناء لكن بعد البناء يترتب عليه التوارث ثم تحدثنا عن القرابة ورأينا أن القرابة لها مستويان مستوى البنوة ومستوى الأبوة والاتصال من جهة الأبوة والاتصال من جهة ثم تحدثنا عن البنوة رأينا أن البنوة تثبت بالفراش وتثبت كذلك بالإقرار وتثبت كذلك بشهادة السماع وتثبت أيضا بالوسائل الطبية الحديثة يعني نكون بهذا الآخر انتهينا أو أنهينا الحديث عن الأسباب لننتقل بعد ذلك إلى الموانع قلنا هناك موانع تمنع الوارث من استحقاق الإرث وهذه الموانع محددة في عدم الاستهلاك يعني عدم صراخ المولود بعد الولادة فالحالة التي يولد فيها المولود أو المولودة ولا يصرخ ولا يسمع منه صوت وليست هناك أمارات دالة على الحياة ويفارق الحياة بعد ذلك في هذه الحالة هذا الذي لم يصرخ لا يستحق نصيبه من الإرث لوجود مانع عدم الاستهلاك من الموانع أيضا اللعان أن يرمي الزوج زوجته من الزنا وأن ينفي الحمل منها فإذا لعن الزوج زوجته فاللعان لا يترتب عليه استحقاق الإرث والابن المرمي بالزنا لا يرث من أبيه ولكنه يرث من أمه الملاعنة ثم من موانع الإرث كذلك الشك في السبق كحالة الغرق والهدم والحرقة ثم من موانع الإرث كذلك الكفر أو اختلاف الدين الوارث إذا كان يدين بدين غير الدين الإسلامي وبقي على كفره حتى قسمت التركة لا يستحق نصيبه من الإرث أما إذا أعلن إسلامه قبل القسمة فالإسلام كما يقال يجب ما قبله من موانع الإرث أيضا الزنا ابن الزنا لا يرث من الزاني لكنه يرث من أمه المزنية بها ويرث كذلك من إخوته من أمه من موانع الإرث أيضا القتل العمد كذلك يعتبر مانعا أما القتل الخطأ فلا يعتبر مانعا كل ما في الأمر أن القاتل خطأ يرث من متروك الهالك ولا يرث من الدية أي ما يسمى بالتعويض المدني الذي يعطى للشخص
الذي قتل يعني بطريقة خطأ أو قتل خطأ. ننتقل بعد ذلك أو انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن الحقوق المتعلقة بالتركة، ورأينا أن مدونة الأسرة نصت على الحقوق التي تخرج من التركة بهذا الترتيب، معناه أن هذه الحقوق تخرج بهذا الترتيب، يعني أن الأسبقية تعطى أولا للحقوق المتعلقة بعين التركة. إذن فكل حق تعلق بعين التركة هو أول حق يجب إخراجه من التركة، كما لو رهن الهالك في حياته أرضا واستلم مبلغ المالي، المهم أن هذاك الدار وهذاك الفدان الذي رهنه شخص آخر ينتظر أن يعطى له ما أعطى للهالك. في هذه الحالة نفك ماذا؟ الرهن، ونرجع ماذا؟ الشيء المرهون، ونعطي للمرتهن ما قدمه للهالك، نفك الرهن. إذا ما نحن أنهينا الحقوق المتعلقة بعين التركة، ننتقل إلى الحق الآخر الذي هو النفقات التي تصرف على الميت. أنتم تعلمون بأن الميت عندما يفارق الحياة ينبغي أن يجهز وأن يكفن وأن يغسل وأن ينقل، يعني هذه المصاريف. أضف إلى ذلك عوائد الناس في إعداد الأطعمة والأشربة للمحتاجين والفقراء، يعني هذا كله يخرج من التركة، ولكن أن يكون ذلك بالمعروف حتى لا يكون الإنفاق على حساب الولد. من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون المترتبة في ذمة الهالك. إذا ما نحن يعني غسلناه وكفلناه وصرفنا عليه ما صرفنا من مال التركة، ننتقل إلى إعطاء أصحاب الديون ما أعطوا للميت في حياته. والدين المعتبر هو الدين الموثق. عندما يأتيك شخص مدعيا أن الهالك في ذمته مبلغ كذا، أنت ستطالبه بأن يقدم الحجة والدليل. قد يكون هذا الدين موثقا بمقتضى رسم يعني صادر عن جهة الموثقة كالعدول، لأننا في هذه الحالة ينبغي أو يجب أن نعطي لأصحاب الديون ديونا. ثم بعد ذلك إذا ما أعطينا لأصحاب الديون ديونهم، ننتقل إلى الحقوق الأخرى المتمثلة في الوصية. وأنتم تعلمون بأن من حق الإنسان في حياته أن يوصي ببعض من ماله لغيره، كان يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو السدس أو السبع، لكن ينبغي أن لا يتجاوز الموصي في وصيته الثلث والثلث كثير، لكن يشترط أن يكون الموصى له أجنبيا غير وارد، يعني أن لا يكون وارد. لكن قد يحدث أن الهالك في حياته أوصى لأحد ولدته، أن هذه الوصية تتوقف على إجازة الولد، إنهم قبلوا تعطى للوالد، إنهم رفضوا لا يعطى للموصى له أي شيء، لا يعطى أي شيء له. ثم ما بقي يوزع على الولدة الذين بقوا أحياء. ولذلك إن شاء الله نحن مطالبون بمعرفة القواعد الحسابية المعتمدة في توزيع التركة على مستحقها. ولذلك قلنا في حصة فارضة
إن الوردة صنف وارد بالفرض وصنف وارد بالتعصيب. صنف طبعا الواردون بالفرض أو الفروض المقدرة هي فروض مفروض ستة. أما الإرث بالتعصيب فهو نصيب غير مقدر مشهور. ولذلك فإن الفروض المقدرة في الإرث محصورة إن الفروض المقدرة لا تخرج عن ستة. الفروض النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. إذن هذه هي الفروض المقدرة. إذن عندنا أو نحن أمام فروض ستة هي مقدرة. هذا صنف من الولدة يرث بالفرض. وهناك صنف ثاني هو الوارد بالتعصيب. الوارد بالتعصيب سهمه غير مقدر غير معروف. ولذلك فإن الذي يرث بالتعصيب في حالة وجود أصحاب الفروض تعطى مقدمون، بمعنى نعطي أولا لأصحاب الفروض وما بقي يعطى لأصحاب التعصيب. بس طبعا هناك قواعد تعتمد في معرفة كم يأخذ كل وارد من سهم، لأن التركة في نهاية المطاف ستقسم وستوزع على أسهم، وكل وارد سيأخذ أسهم مالي. لكن معرفة الأسهم مجتمعة ومعرفة الأسهم التي ستعطى لكل وارد هي ما ينبغي للطالب والطالبة أن يعرفه. لذلك فالحساب يتطلب أمرين: التأصيل، صحيح، ويتطلب التصحيح. هذه خطوة أولى لا بد منها، لا بد منها. الخطوة الثانية التي هي التصحيح قد نحتاج إليها وقد لا نحتاج إليها. كل ما في الأمر أننا إذا أردنا أن نعرف الأسهم وأن نعرف أسهم كل وارد لا بد لنا من تأصيل، أي معرفة أصلين معتمدين. ولذلك نفترض أن واردا من الولد أن مورثا مات هالكا هلك وترك من الولدة اثنان ثلاثة A B C. نفترض أن هذا الوارث وارث بالفرض وورث
مثلا او سهمه هو ربع هو الجلوس مثلا احنا نفترضه وسهم الاخر هو جوج ثلاثه هذا عاصم نعم لا نفترض يمكن ان لا يكون لهذه الحاله وجود ولكن احنا همنا ان نعرف القواعد المعتمده في ماذا في معرفه الاصل هذا اللي كيهمنا اذا هنا نبني جدولا هكذا عندنا كم من وارث ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اذا نبني جدولا بهذا الشكل هذا الوارث A والوارث B والوارث C نحن نعرف أن هذا الوارث وارث بالفرض ويرث الثلث والثاني يرث الثلثين والآخر عاصم يعني إذا أردنا التوصل إلى أصل الفريضة يجب أن نركز على ماذا؟ على أصحاب الفروض ولذلك نركز على الثلث ونركز على الثلثين وطبعا التركيز على الثلث والثلثين يجب ماذا؟ اعتماد المخارج يعني مخرج الكسر هنا عندنا ثلاثة وعندنا ثلاثة هنا نعقد المقارنة بين العددين العددان ثلاثة وثلاثة العلاقة الجامعة بينهما يعني متشابهان متباديان هذا هو هذا وهذا هو هذا صحيح؟ إذا كانت العلاقة الرابطة بين هذا المخرج وهذا المخرج هي علاقة ماذا؟ التناتل ما العمل؟ نكتفي بأحد العددين إذا نكتفي بهذا أو هذا فيكون ماذا؟ أصلاً للفريضة ماذا نفعل؟ نقسم هذا الأصل على هذا المخرج ثلاثة نقسم على ثلاثة واحد نضربه في هذا هذا الواحد يساوي واحد ثلاثة نقسم على ثلاثة واحد مضروب في اثنين نجمع واحد واثنين ثلاثة كم بقي للسن؟ أبقى له يقال له لم يترك لك أصحاب الفروض أي شيء لا أعرفه إذا هذه النسبة الأولى تسمى بالنسبة ماذا؟ التماثل التماثل سنضبط هذا الشيء التماثل يا التماثل ولذلك مثلا أنا عارف التماثل عارف التماثل واضح نشوف مثال آخر نبقي على هذا الوارث الذي سميناه A وعلى الوارث الآخر الذي سميناه B وعلى الوارث الآخر الذي سميناه C نأتي هنا لنعطي لهذا الوارث النصف ولهذا الوارث الثم لا والوارث الآخر وارث بالتعصيب إذا هنا نبني جدولا هنا A B C هنا هذا يرث النصف هذا يرث الثم هذا العاصم هذا فقط ما ينبغي أن تنتبهوا إليه هذه الحالات هي حالات قد لا يكون لها وجود في الواقع الهدف من إيراد هذه الأمثلة
أن تضبطوا القواعد، ضبطوا القواعد المتحكمة في ماذا؟ في معرفة أصل الفريضة. مش واضح؟ إحنا نحن أمام مسألة نسبية مشتملة على وارث يرث الثلث وعلى وارث يرث الثمن. قلنا دائما إذا أردنا أن نعرف أصل الفريضة يجب التركيز على ماذا؟ على المخارج. عندنا مخرجة جوج وثمانية، ثمانية وجوج. طبعا دائما نبحث عن العلاقة الجامعة بينهما. واش دائما نبدأ التماثل، هاي العلاقة بينهما علاقة تماثل؟ لا، لأن الاثنين لا يماثل ماذا؟ لا يماثل ثمانية. إذا ننتقل بعد ذلك إلى تجريب مسألة أخرى، أن هذا العدد الكبير نقسمه على الصغير، أيهما أكبر؟ ثمانية. إذا هذه الثمانية هل تقبل القسمة على اثنين دون وجود باقي؟ هذه الحالة التي يكون فيها العدد الكبير قابلا للقسمة على العدد الصغير دون وجود باق، الطريقة المعتمدة يكتفى أو يؤخذ العدد الكبير ويعتبر ماذا؟ أصل الفريضة. يعني دائما هذا الأصل يقسم على هذا المخرج، 8 مقسوم على 2 4 مضروب 1 4 8 مقسوم على 8 1 مضروب 1 1 نجمة 5 تنبقي 3 هي التي تعطى لماذا؟ للوارث بالتعصيب. لأننا قلنا الوارث بالتعصيب إذا وجد معه أصحاب فروض فالوارث بالتعصيب يأخذ ما بقي. إذا هذه الحالة لك ما سمعنا كبنتي هذه الحالة التي يوجد فيها عددان أحدهما كبير والآخر صغير، والكبير يقبل القسمة على الصغير، عفوا الكبير يقبل القسمة على الصغير بدون وجود باق، هذه العلاقة ماذا نسميها؟ التداخل. بمعنى أن هذا العدد الصغير داخل ومضمن في العدد الكبير. هذه تلك طريقة أخرى، أنا المهم أعتمد هذه الطريقة وأراها طريقة ربما مجدية والله أعلم. أنا ما أتحدث عن المضاعف الأكبر ولا عن المضاعف الأصغر، هذه قواعد أربعة: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. تبت هذه الضوابط الأربعة فقط، وسهلة ومبسيط ولا تكلفك عناء كبير. وإلا فرق مثلا إذا أخذنا، إذا كنا أمام مسألة نرتيجة فيها وارث يرث الثلث ووارث يرث السدس وعاصم، من كم ستصح المسألة أو ما هو أصل هذه الفريضة؟ 6 على، لأن الستة إذا قسمناها على 3 تعطي 2 والباقي 6. إذا هنا إذا وجد عددان كبير وصغير والكبير يقبل القسمة على الصغير فالعلاقة نقول إنها علاقة تداخلية وعلاقة تضمن، وفي هذه الحالة يكتفى بالعدد الكبير. صحيح مازن؟
نبكي، نبكي على هذا المثال، ولكن باعتماد فروض غير تلك الفروض المذكورة سابقا. مثلا نحن نفترض ان والدا نصيبه هو الثوم، ووالد اخر نصيبه هو السدس، والوالد الاخر والده هو العصير. قلنا دائما في عمليه الحساب لمعرفه الاصل، اصل الفريضه، يركز على ماذا؟ على اصحاب الفروض. إذا أولا نبني الجدول، عندنا A, B, C. هذا نفترض بأنه يرث الثوم، الآخر يرث السدس، هذا عاصم. إذا قلنا دائما لمعرفة أصل الفريضة يتم التركيز على ماذا؟ على العيش. إذا ماذا أخرج هو 8؟ وعندنا مخرج 6. بماذا نبدا؟ دائما نبدا بالتماثل. هل العلاقه بين العددين هي علاقه تماثل؟ هل العلاقه بينهما علاقه تداخل؟ لا. هنا في هذه الحاله نبحث عن علاقه ثالثه، اذا تعذر علينا او اذا استحال علينا ان نجزم بأن العلاقة هي علاقة تماثل أو علاقة تداخل. هذا الحال نبحث عن عدد، هذا العدد المبحوث عنه نقسم عليه 8 دون وجود باقي، ونقسم عليه 6 دون وجود باقي. واش كاين شي عدد اللي نبحث عنه؟ ولا خصنا نقلبوا على شي عدد نقسموا عليه هاد 8 ويعطينا عدد بدون باقي، ونقسموا عليه 6 دون وجود باقي. اذا 8 تقبل القسمه على ماذا؟ على 2. و6 تقبل القسمه على ماذا؟ على 2. اذا هنا اش كنقولوا؟ ان العدد الجامعة بين 6 و8 هو 2. كنقولوا الوفق، الوفق أو الوفق، الوفق هذاك العدد الذي إذا قسمنا عليه 8 وإذا قسمنا عليه 6 لا يبقى أي شيء، ماذا نفعل؟ هذاك العدد نقسم 8 عليه ونضربها في 6، أو نقسم 6 على 2 ونضربه في 8. نحن بالخيار، مخيرون. إذا 8 مقسوم على 2 4، 4 مضرب 6 24، 6 مقسوم على 2 3 مضرب في 8 24. حال بحال مقسوم على 2 مضرب في 6، واش معروف؟ مفهوم؟ مفهوم؟ ما يجب ان يركز عليه ودائما المخرج، مخرج المخرج. اشنو هو المخرج الاول؟ 8. المخرج الثاني 6. دائما نبحث عن العلاقه ونبدا بعلاقه ماذا؟ تماثل. واش كاين علاقه تماثل؟ لا وجود لها. لكن ننتقل للعلاقه الاخرى، تداخل. واش كاينه؟ لا وجود لها. نبحث انا ذاك، نبحث عن عدد يفوق الواحد، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثه، احنا ما نبحث. ان نبحث عن هذا العدد الذي بمقتضاه اذا قسمنا 8 عليه
يعني تصح القسمة، تصح القسمة بدون باعث. وإذا قسمنا ستة عليه يعطينا عدد بدون باعث. شنو هو هذا العدد المشترك والجامع؟ اثنين، لأن هذاك اثنين. إذا قسمنا ثمانية على اثنين كتعطينا أربعة بدون باعث، وإذا قسمنا ستة على اثنين كتعطينا ثلاثة بدون باعث. إذا هذاك العدد، هذاك العدد نفسه نقسم عليه ثمانية، والخارج يضرب في ستة، أو هذاك العدد نقسم ستة عليه والخارج يضرب في ثمانية. ولذلك ثمانية مقسومة على اثنين تعطينا كم؟ أربعة مضروب في ستة شحال؟ 24. هاد ستة مضروب مقسومة على اثنين شحال تعطينا؟ ثلاثة مضروبة في ثمانية ها؟ 24 شحال؟ 24. واش واضح؟ واضح؟ عرفوا بهذا التوضيح شنو، ولكن بسيط. حالة التناغم لا تطرح إشكالات، حالة التداخل لا تطرح إشكالات، لأن العدد الكبير قسمه على العدد الصغير. إلى قبل القسمة بدون باقرة هذاك مضمن وكتشت الكبير. شوية فين كيطرح المشكلة، ولكن المشكلة بسيط. يعني عندنا عددان وهذا للعددان، نبحث عن عدد يفوق الواحد، يقدر يكون جوج ولا ثلاثة. إذا قبل العدد هذا القسمة عليه وقبل هذا القسمة بدون باقي، هذاك العدد نفسه نقسمه، يعني المخرج الأول عليه ونضربه في العدد الثاني، أو المخرج الثاني نقسمه عليه ونضربه في الأول. نحن بالخيار. واضح عليكم؟ واش هذا الشيء واضح؟ واضح. بس يعني شو هذا؟ والله إن شاء الله بعد استعراض هذه النسبة سنأتي بثلاثة أمثلة ونشوف هذا الشيء اللي كتبه زيادة. إذا قلنا الأصل فريضته هو 24. 24 مقسوم على 8 شحال؟ مضروب في 1 3. 24 مقسوم على 8 على 6 4 مضروب في 1 4 هنا شحال؟ 7. كم بقي من 24؟ 17. ريلي مشروط. إذن هل العلاقة ماذا نسميها؟ توافق. مشروط. الآن سنأتي إلى هذه الفروض نفسها، سنأتي إلى هذه الفروض نفسها. مثلا أربعة وستة عندنا فريضة، وهذه الفريضة مشتملة على وارد يريد الربع ووارد يريد السدس. يعني وارد هذا مثلا وهذا لي وهذا سي هذا عاصي. إذا الآن نحن مطالبون أن نصحح، عفوا يعني أن نؤصل، أن نؤصل هذه الفريضة. يعني هنا نبني جدول داعي ا ب سي، هذا عنده ربع يعني، وهذا عنده سدس، وهذا عاصي يعني. هنا لمعرفة أصل الفريضة نركز على ماذا؟ على المخارج. كم عندنا من المخارج؟ مخارجان. شنو هما المخارجان؟ أربعة وستة. يعني لماذا نبدأ دائما؟ تلاتة. هل التلاتة هو
موجود؟ هل التماثل موجود بين 4 و6؟ لا، غير متماثل، العددان غير متماثلين. ننتقل للتداخل، هل العلاقة هي علاقة التداخل؟ لا، شو العلاقة الأخرى؟ هل العلاقة هي علاقة توافق؟ نعم، علاش؟ لوجود عدد مشترك، يعني يفوق الواحد، حيث إن هذا العدد المخرج الأول يقبل القسمة عليه والمخرج الثاني يقبل القسمة عليه بدون باقي، هذا كان نسميه الوفق. الطريقة الشهية، نحن بالخيار إما أن نقسم 4 على شحال؟ 2 ويضرب في 6، وإما أن نقسم 6 على 2 ويضرب في 4. هنا في هذه الحالة 4 مقسوم على 2، 2 مضروب في نعم، هنا 6 مقسومة على 3 مضروب 4 12. إما أن تختار هنا وإما أن تختار هنا، إذا ما هو أصل فريضتك؟ 12 مقسوم على 4 3 مضروب 1 3 6 مقسوم على 6 عفوا 12 مقسوم على 6 جيش 2 مضروب في 1 2 إذا 5 من 12 كذا 7 واش الآن ضبطتم القاعدة؟ القاعدة مضبوطة؟ الآن عرفنا التماثل والتداخل والتوافق. التوافق شوي، إما هذه الحالة الأخرى لا تطرح إشكالا البتة. نفترض أننا أمام حالة الارتياح، وهذه الحالة الارتياح تضم وارثا نصيبه هو الثلث يعني، ووارث آخر نصيبه من الإرث الربع، وهذا السيد وارث بالتعصيب. احنا نبني الجدول دائما ا ب سي، ثلث الربع عاصم او يرث بالتعصيب. قلنا دائما في التعصيب اذا اردنا ان نعرف اصل فريضتي او اصل المساله، تركيزوا على ماذا يكون؟ على مخارج الكسر او على مخرج الكسر، وعندما كسر ثلث والربع يعني دائما نركز على المخرج. اذا نحن أمام عددين اللي هما 3 و4، وطبعا لا بد من معرفة العلاقة الجامعة، لأن هذه العلاقة الجامعة هي المعتمدة في ماذا؟ في معرفة أصل الفريضة. إذا دائما نبدأ بماذا؟ التماثل. هل العدد 4 و3 متماثلان؟ هل العددان متماثلان؟ لا. هل العددان متداخلان؟ لا. هل العددان متوافقان؟ لا، ما كاينش عدد مقسوم يعني يقبل القسمة
يعني هذيك الثلاثة رمز يقبلوا يعني يجمعوا بينهم بحال يقبلوا القسمة على ذلك العدد دون باقي الأربعة أكبر قسمة لم يمشي إلا العدد واحد. إذا كان العددان لا يقبلان القسمة إلا العدد واحد إيش كانوا يقولوا؟ ها؟ العلاقة علاقة تبادل وتناصر. التباين. فإذا كانت العلاقة الجامعة بين ماذا؟ بين العددين هي علاقة تباين وعلاقة اختلاف. أشنا هو العمل؟ نضرب أحدهما في الآخر ونستريح. إذا هنا ثلاثة مضروبة في أربعة 12 مقسوم على ثلاثة أربعة مضروب في واحد أربعة 12 مقسوم على أربعة ثلاثة مضروبة في واحد ثلاثة سبعة لا خصمناها من 12 كم بخيل خمسة وش الآن عرفنا؟ إذن هذه نسب أربعة نسب أربعة. إذن في عملية التأصيل نعتمد على هذه النسب الأربعة وهي التي تدلنا وترشدنا وتهدينا إلى معرفة ماذا؟ أصل الفريضة. هذا في الحالة التي يكون فيها صنف من الورثة يرث بالفرض. هذا إذا كان من يرث بالفرض، لأنه قد نكون أمام حالة إرثية لا يوجد فيها صاحب الفرض، وهذا مسألة الأولى لاحقا. نأتي بأمثلة أخرى حتى نرسخ. إذا هذه العلاقة ثلاثة: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. هذه علاقة أربعة، هي سهلة وبسيطة ولا تحتاج يعني الكثير من الجهد الفكري. مثلا إذا كنا أمام حالة إرثية مكونة أو مشتملة على وارث يرث النصف ووارث يرث الثلث، هذا مثلا أ وهذا ب وهذا س وهذا عاص، هنا لا بد من وضع جدول الجدول يا أ ب س، هذا النصف نحن نفترض هذا ثلث هذا عاص، يعني لمعرفة أصل الفريضة نركز على ماذا؟ على المخارج. إذا نحن أمام مخرجين، الأول يعني يضم العدد اثنين والمخرج الثاني يضم العدد ثلاثة. هنا دائما معرفة العلاقة الجامعة، واش كاين العلاقة دائما كلمة هي العلاقة هي علاقة تماثل؟ لا. العلاقة هي علاقة تداخل؟ لا. هل العلاقة هي علاقة توافق؟ لا. هي العلاقة ماذا؟ هي علاقة تباين. إذا كانت العلاقة الجامعة هي علاقة تباين، أشنو العمل؟ نضرب أحد العددين في الآخر، إذا 2 في 3 6. 6 مقسوم على 2. 3 مضروب في 1 3. 6 مقسوم على 3. ها؟ اثنين مضروب في واحد اثنين كم بقي؟ واحد. وش واضح؟ إذا هذه نسب أربعة ينبغي أن تعرف وأن تضبط، لأنك إذا لا بد أن يطلب منك أن توجد أو أن تتوصل وتهتدي إلى معرفة أصل الفريضة، ولذلك فإن التأصيل يعتمد فيه على هذه النسب الأربعة، وهي نسب بسيطة وسهلة ولا
تحتاج إلى كثير عناء من أجل أن تكتسب. المهم سنلوع من الأمثلة. نفترض أن واردة واردة ترك موردة ترك ولدته مثلا أولهما أو أحدهما يريد الثمن والثاني يريد السدس مثلا والآخر يريد السدس. نعم نفترض ووارد آخر هذا عاصف. هذه هي أمثلة غير موجودة في الواقع، ولكن إلا القصد. القصد هو معرفة الطريقة أو الطرق المعتمدة في الوصول إلى ماذا؟ إلى تأصيل. إحنا هنا أمام واردين أ وواردين بي وواردين سي وواردين دي. هذا مثلا 8 ثمن والآخر السدس والآخر الثلث والآخر عاصف. هنا لمعرفة أصل الفريضة وسنأتي إلى هذا الذي تحدث عنه أنت. أعطينا الأمثلة التي يكون فيها اثنان من أصحاب الفروض. الآن عندنا 3 من أصحاب الفروض. يكبر خيرك. لكن ما كاين مشكل. اشرح اسكت. اذا عندنا وارد يرد للفرد التمون ووارد اخر يرد للفرد السدس ووارد اخر يرد للفرد. الآن مطالبون أن الحد عن ماذا؟ عن أصل لهذه الفريضة. وعن دائما نحتو على ماذا؟ نبدأ بالتمادن. إذا وجد التمادن كننتقل لماذا؟ تداخل. إذا ما كان التداخل كنمشو توافق. إذا ما كان التوافق كنمشو التداخل. أشنا هي المخارج المتماثلة؟ ما كايناش. كان شي مخارج متماثلة؟ لا. كان دخلوا المتداخلة. ها؟ احنا فيما بعضها مع بعضها. لا كلهم. واش كان شي تداخل بين هذه الأعداد؟ نعم أسود. بين ماذا؟ 3 و6. لأن 6 ايش؟ يعني داخل ومضمن. إذا في هذه الحالة عندما يكون أحد الأعداد داخلا ومضمنا شنو هو الطريقة؟ ناخذ الأعلى بمعنى أن هذا نقول له الله يعاوننا ويعاوننا. يا ماذا بقي؟ 6 و8 شنو هي العلاقة القائمة بينهم؟ ها؟ توافق بماذا؟ ب2. إذا 4 مقسوم على 2 تعطينا كم؟ 4 مضروبة في 6 عفوا 8 مقسوم على 2 تعطينا 4 مضروبة في 3 تساوي 12 أو 6 مقسوم على 3 كم تعطينا؟ 6 على 2 3 مضروبة في 8 إذا قلنا قلنا 3 و6 العلاقة تجي عشان هي العلاقة؟ ها؟ يتوافق في ماذا؟
اثنين. إذا هنا مما أن نقسم 8 على 2 ونضربه في 6 أو 6 مقسومة على 2 مضروب في 8. هنا 8 مقسومة على 2 حاجة بطيئة 4 مضروب في 6 هكاك 6 مقسومة على 2 3 مضروب في 8 24 حرب كل الطرق تؤدي إلى روما. إذا عندنا 24 ياك 24 مقسومة على 8 3 مضروب في 4 3 24 مقسوم على 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 6 4 مضروب في 1 4 24 مقسوم على 3 8 مضروب في 4 8 كان جمع 12 16 شحال بقى 9 واش هو فهمتوا هذا الشيء مفهوم هذا الشيء الاخوة واش مفهوم نعطوا امثلة اخرى نعطي امثلة اخرى ونصيب وارد آخر وارد آخر تعصيب هذا نصب وجد ودائم وهي دائما هي غير أمثلة القصر منها هو التقرير إن ما يمكن أن لا تكون هذه الأنصبة في لا تكون ولكن احنا القصد هو ماذا؟ هو ان يتمكن الطالب من معرفه تقصي او اصل الفائده. هنا هنا هذا يرث النصف والتالي يرث الربع والثالث يرث الثلث وهذا عاصف. اذا كنا في التقصير دائما نركز على المخارج. كاين النصف وكاين الربع وكاين الثلث يعني عندنا هذا المخارج نبداو دائما باش تماثل وكاين شي تماثل بين لا بين عددين ما كاينش تنتقلوا يا تداخل واش كاين شي تداخل بين عددين بين اثنين واربعه اذا هنا كنقولوا هذا الله يعاون نطرقه جانب ماذا بقي؟ أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة بينهما تماثل؟ بينهما تداخل؟ بينهما توافق؟ ها؟ بينهما توافق؟ لا بينهما تباين إذا كانت العلاقة علاقة تباين من عنا؟ أربعة مضروب في ثلاثة هي ماذا؟ 12 مقسوم على 6 على جوج ها؟ 6 مضروب 1 6 12 مقسوم على 4 3 مضروب 3 12 مقسوم على 3 شحال؟ ها؟ 4 مضروب 4 ياك هنا هنا شحال؟ 13 بمعنى أن الأسهم تفوق ماذا؟ أصل الفريضة وهذا موضوع آخر هذه الحالة عندما تكون الأسهم تفوق أصل الفريضة معنى ذلك أنها عالت ولكن هذا كلام سابق لأوانه بمعنى أننا إذا كنا أمام حالة كهذه ينبغي أن نقوم بعملية أخرى ولكنني سوف لن أتحدد عن هذه العملية في هذه الحصة حتى لا أشوش عليكم المسائل تكون بشكل تلاتوني واش واضح هادشي اللي خدمت؟ واضح مزيان لا ينبغي ان نعرف ان تقصيرا نعتمد فيه على العلاقه بين ماذا؟ مهارة
التي يكون الورثة فيها مختلطين، بمعنى أن فيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب. ولكن قد يحدث أن الورثة الهالك هم ورثة بالتعصيب لا بالفرض، بمعنى لا يوجد مع الوارثين بالتعصيب وارث بالفرض. مثلا، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله، أن الإنسان أو هالك ترك 4 أبناء ذكور وخلى 3 بنات، وأنتم تعلمون إن شاء الله ستعلمون ذلك، أن الابن والبنت، البنت إذا وجدت مع أخيها فإنها ترث بالتعصيب، وأصلا الابن هو وارث بالتعصيب. إذن هنا أمام أسهم غير مقدرة. إذن هنا في عملية التعصيب أو في معرفة أصل الفريضة، ما العمل؟ أش كان يديرو؟ كان حسب الرؤوس، نقوم بعملية حساب الرؤوس، كان حسب الرؤوس. عندنا 4 أبناء وعندنا 3 بنات، إذن هذان الصنفان يرثان بالتعصيب. المهم أنتم تعلمون بأن القاعدة الشرعية أن الذكر يرث ضعف ما ترثه الأنثى، ولذلك فإذا وجد ذكور وإناث الذكر رأس الذكر يحسب برأسين والأنثى تحسب برأس واحد، بمعنى أن 4 مضروب في 2 كان ديرو شحال 8 و 3 كان جمعو شحال 11. هذا هو أصل الفريضة. واش واضح هنا شحال غادي ياخذ كل واحد؟ ها 2. وهنا شحال غادي تاخذ البنت؟ واحد. واش واضح؟ نحن نفترض بأن هذا الشخص ترك من الأبناء 10 ذكور أبناء فقط، ما ترك لا زوجة ولا بنت ولا أم ولا جد، ترك خلى 10 العفاريت. هل الحال إذا أردنا، وأنتم تعلمون بأن الأبناء يرثون بالتعصيب، هل الحال ما هو أصل الفريضة؟ 10 عدد الرؤوس، إنما معهمش أنت مثلا، ولكن أنت من لا بد من معصبها. واش هذا الشيء معروف؟ واضح. إذا تعلق الأمر بورثة يرثون بالتعصيب فقط وليس معهم صاحب فرض، فإن المسألة الإرثية تصح باعتماد عدد الرؤوس. لكن إذا وجد مع العصبة ذكور وإناث فالذكور يعني الذكر يحسب ب2 والأنثى تحسب ب1، إذا هذه الرؤوس المجتمعة هي التي تعطينا ماذا؟ حصر الفريضة. واش هذا الشيء واضح؟ واش واضح؟ ما كاين إشكال؟ مزيان. شي اللي بغينا دعم عرض
معروف هذه النساء بالأربعة صح؟ غنى صحيح؟ نحن أمام مسألة إناثية مشتملة على زوجي، والضمان هذه المسألة يعني هذا من الأمور السابقة لأمانها، لأن الزوج إما أن يرتب النصف وإما أن يرتب الربع، المهم هذا سيأتي معنا لاحقا. كل ما في الأمر أن الزوج عندما يوجد ابن للهالكة يرث الربع، إذا الفرض الزوج صاحب فرض. الابن والابن والبنت والبنت يعتبرون عصبة، من هنا أنهم يأخذون ما بقي عن صاحب الفرض. إذا نحن أمام هذه المسألة الإرثية فيها صاحب فرض فقط، إذا من كم ستصح المسألة؟ ها؟ من أربعة، لأن ما كاينش يعني صاحب فرض آخر. هنا ننطلق من الأربعة، يعني هذه الأربعة تقسم على أربعة تعطينا كم؟ واحد. مضروب في واحد واحد، كم باقي؟ ثلاثة. لاحظ عدد الرؤوس كم هي؟ ها؟ تمام؟ جو ثلاثة أربعة خمسة ستة على الرؤوس ستة. إذا نحن الآن مطالبون أن نوزع هذه الأسهم توزيعا لا يوجد فيه تفاضل، بمعنى أن يأخذ كل واحد شيئا، والحال أننا لا نستطيع قسمة ماذا؟ ثلاثة على ستة. هل باستطاعتنا أن نقسم العدد ثلاثة على ستة؟ إذا نحن أمام معضلة، أمام مشكلة، لا مشكلة. إذا هنا ينبغي أن نستنفر كل الجهود وأن نستنفر كل الجيوش لمواجهة هذا الخطر المحدق. وهذا الخطر المحدق يتمثل في ماذا؟ في معرفة الطريقة التي تخلصنا من هذه الورطة التي وقعنا فيها. نحن الآن في ورطة ويجب البحث عن الخلاص من هذه الورطة. هنا عندنا لا تقبل الأسهم القسمة على عدد الرؤوس ينبغي أن نزيل الانكسار، هذا ما يسمى بإزالة الانكسار.
وإزالة الانكسار هذا متوقف أو يعتمد في إزالته على هذه الأسهم وعدد الرؤوس. أشنا هي الأسهم؟ أشنا هي الأسهم؟ ها؟ ثلاثة. هنا عندنا المشكلة في ثلاثة. إذا هنا الأسهم كم هي؟ كم الأسهم؟ ثلاثة يعني. والرؤوس شحال؟ ها؟ ستة قال لي ستة. أصلاً بالنسبة لإزالة الانكسار، حطوا معي اللمسة، بالنسبة لإزالة الانكسار والبحث عن أصل آخر بحيث نعطي لكل وارد نصيبه دون وجود انكسارين، يتم التركيز على هذه الأسهم التي تقبل القسمة وعدد الرؤوس، ونبحث آنئذ عن العلاقة التي تجمع بينهما، ولكن نعتمد على نسبتين اثنتين اللي هي التوافق والتباين، بمعنى ذاك التماثل وذاك التداخل نقول له لا محل لكما من الإعراب هنا. هنا نحتكم إلى ماذا؟ إلى نسبتين اثنتين ألا وهما ماذا؟ التوافق والتباين فقط. إذن هنا بالاحتكام إلى التوافق، ودائما نبدأ بالتوافق والتباين، إذا قارنا الأسهم ثلاثة وعرض الرؤوس ستة، ما هي العلاقة بينهما؟ ها؟ توافق. لكن التماثل ما كنخدموا هنا، لا يستعمل. عندك التماثل والتداخل لا دخل، يعني لا نتصور وجودهما هنا في إزالة الانكسار، وإنما نركز على ماذا؟ على التوافق والتباين فقط. ونبدأ بماذا؟ بالتوافق. بالنسبة للتوافق، هل يمكن الحصول على عدد بحيث أن هذا العدد المحصل عليه إذا قسمنا ستة عليه يقبل القسمة بدون بعد، وإذا قسمنا ثلاثة عليه يقبل القسمة بدون بعد؟ كيف؟ شحال؟ ها؟ شحال؟ ثلاثة. ثلاثة. إذن يتوافقان في ماذا؟ في العدد ثلاثة. واش واضح؟ هنا يتوافقان في العدد ثلاثة. يعني واش واضح؟ هذا العدد الذي يتوافق فيه التوافق فيه الأسهم والرؤوس، عليك العدد، عليك العدد، نأخذ عدد الرؤوس ونقسمه عليه. شحال عدد الرؤوس؟ ستة. عليك العدد المحصل عليه شحال هو؟ ثلاثة. إذا قسمنا ستة على اثنين، على ستة على ثلاثة اثنين، هذا نسميه بالراجعي أو المثبت. الراجع أو المثبت، يعني سوي قلنا استحال علينا أو تعدل علينا أن نقسم الأسهم على عدد الرؤوس، يعني في الحالة التي يتعدل فيها قسمة الأسهم على عدد الرؤوس نبحث عن العلاقة باعتماد نسبتين، ما هي؟ التوافق والتباين. في الحالة التي يكون فيها التوافق، ماشي التباين، التوافق والله.
تدخل من قلنا التماثل والتداخل راه ما كاين، لا محل له من الاعراب هنا. هذاك العدد الذي يتوافق فيه العددان ماذا نفعل به؟ نقسم عدد الرؤوس عليه. هذاك العدد المحصل عليه الذي يسمى بالراجع او المثبت هو يضرب، نضربه في ماذا؟ في اصل الفريضه لثمانيه، ونضربه اثنين، ونضربه اثنين فهكذا يساوي سته. هنا كم سياخذ الابن؟ ها؟ تقبل القسمه، تقبل القسمه. علاش؟ لان هذا غادي يشد جوج، وهذا غادي يشد جوج، وهذا واحد، وهذا واحد. راه قلنا هذه الستة ستقسم على هؤلاء. بمعنى أن هذاك العدد ما يسمى بالراجعي ضربناه في أصل الفريضة، وضربناه في هذا السهم، ونضربه في هذا السهم ستة، يعني هذه الستة المحصل عليها سيأخذ منها هذا جوج، وهذا جوج، وهذه واحد، وهذه واحد، معنى لك ستة تقسم. إذا شحال؟ ثمانية. راه هذاك الراجع والمثبت ضربناه. الراجع والمثبت ضربناه. واش واش قلت؟ هو قال لك غيقسم. واش قال لك غيقسم؟ بالنسبة لإزالة الانكسار. عشرين هذاك الجلوس لا يقبل، يا إما أن تجلس وإما أن تنسحب، الله يجازيك بخير. رجاء 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 قلت نحن أمام أسهم لا تقبل القسمة على عدد الرؤوس، يعني هذه الأسهم وعدد الرؤوس نعقد مقارنة باعتماد نسبتين اثنتين، شنو هي؟ 8 في 1 توافق والتباين فقط. ثلاثة والاثنين ما هي العلاقة بينهما؟ هي علاقة ماذا؟ علاقة توافق، بمعنى أن هناك عدد اللي هو ثلاثة يشتركان فيه، أشرك. قلنا لك لا تسمع. هل أيه. الجلسة ماشي ماشي تضيع علينا وقتنا. ثمانية في ثلاثة. إذا ماذا قلنا؟ قلنا هذاك العدد الذي يجمع بينهما اللي هو ثلاثة نأخذ عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس؟ ما هو عدد الرؤوس؟ ستة. نقسم عدد الرؤوس على كم؟ على ذاك العدد اللي هو ثلاثة، كم يعطينا؟ اثنين. هذاك اثنين يسمى بالراجع أو المثبت. هذاك الراجع أو المثبت نضربه فاش؟ في أصل الفريضة. تتحول أصلها من أربعة إلى ثمانية. ونضرب هذاك اثنين في هذاك السهم، في سهم الزوج. ونضربه فاش؟ هذيك ثلاثة، ثلاثة تعطينا ستة. وقمنا بعملية التوزيع. أعطينا لهذه اثنين وهذه اثنين وهذا واحد وهذا واحد. مش واضح؟ هكا.
الزوجة عندما يكون معها أبناء للهالك، وعن ثالث الثمن، إذن فهي وارثة بالفرض هنا. يعني الهالك خلف أو ترك بالإضافة إلى الزوجة ابنا وبنتا، إذن الابن والبنت يرثان بماذا؟ بالتعصيب. إذن هنا وردة بالتعصيب، يعني إذن هنا من كم ستصح الفريضة؟ من 8. 8 مقسوم على 8، 1 ضرب 1 1، كم بقي؟ 7. 7 كم على ضرب الرؤوسين هنا؟ 3. 2 زائد 1 يساوي 3. 7 هو الأسهم، يعني الأسهم يعني الرؤوس. الأسهم كم هي؟ 7. الرؤوس كم هي؟ 3. يعني إذن لإزالة هذا الانتصار ولمعالجة هذا الإشكالي، أشكال ديرو نعقد المقارنة بين ياش؟ بين الأسهم وعدد الرؤوس. واش العلاقة بينهما هي علاقة توافق؟ لا، إذا العلاقة تباين. إذا كانت العلاقة علاقة تباين قد يسهل نأخذ عدد الرؤوس. هذاك عدد الرؤوس هو الذي يعتبر الراجع والمثبت. الراجع والمثبت كم هو عدد الرؤوس؟ 3. إذا هذه 3 ماذا نفعل بها؟ كم ضربها فعل؟ 3 × 8 في أصل الفريضة 3 × 24، يعني نضربها في هذا شحال؟ 3. كم ضربها في هذا شحال؟ ها؟ 21. شحال المجموع؟ 24. وهنا غادي نكلينا هاش نعرفوا، لأن هنا 2 وهنا ياك 1. إذا شحال غادي يكون؟ إذا غادي نقول 21 مقسومة على 3، شحال؟ 7. اللي يبن شحال غادي يجي؟ ها؟ 14. والبنت شحال غادي تجي؟ 7. مسكين مسكين. طيب؟ واش راه عرفتوا هذا الشيء؟ ها؟ يا نجيبوا الخشيبات. ها؟ 24 نعم. إذا ماذا قلنا؟ عندنا الزوجة تريد الربع، عفوا تريد الثمن، وعندنا الابن والبنت. يعني بالنسبة لهذه الأسهم لا تقبل القسمة على عدد الرؤوس، لا تقبل. يعني هذه الأسهم لا تقبل القسمة، ولذلك في الحالة التي لا تقبل الأسهم القسمة على عدد الرؤوس عاشر كان نبحث عن العلاقة بين الأسهم وعدد الرؤوس، ونبدأ دائما بماذا؟ توافق. التوافق موجود؟ ماشي. إذا العلاقة شنو هي؟ علاقة تباين. إذا كانت العلاقة بين الأسهم وعدد الرؤوس علاقة تباين، أشنو هو العمل؟ الرؤوس، عدد الرؤوس. هذاك عدد الرؤوس هو الذي يعتبر الراجع والمثبت، وهو الذي يضرب. اشتهوا عدد الرؤوس هنا؟ 3. 3 مضروبة في 8 شحال؟ 24. 3 مضروبة في 1 3. 3 مضروبة 27 بس 7 21. وكان نسمو هذا لأن هذا غادي يأخذ حصتين، وهذا يأخذ وهذه ستأخذ حصة واحدة. مش فاضي؟ مش فهمتي؟ فهمتي؟ ها؟ المهم نشوفوا مثال آخر نريده أولا. هذا المثال أنا نفترض أن هالك الهلك، نفترض أن هالك الهلك وترك زوجتان هذا لهم من الزوجات 4،
تزوج في أربع زوجات ولا رجل واحد. بدان قلنا إن الزوجة سواء كانت واحدة أو أكثر تأتي دائما بالفرض، والزوجة إذا كان لهذه ابن أو بنت كم تلد؟ تم هذا عاصم. إذا من كم ستصح؟ ها؟ من كم ستصح؟ ثمانية. ثمانية أقسم على ثمانية واحد مضروب واحد. إذن هذا بين الزوجات الأربع كم بقي؟ سبعة للإبن. ولكن عندنا مشكل، هذا الواحد الذي هو أسهم الزوجات لا نستطيع قسمة الواحد على أربعة. إذن هنا هذه الحالة ما هو العمل؟ أشنا هو العمل؟ نقارن بين ماذا؟ بين الأسهم. أشنا هي الأسهم؟ واحد. وبين عدد الرؤوس، هل هي عدد الرؤوس؟ أربعة. إذا الأربعة في علاقتها بالواحد ما هي؟ علاقة ماذا؟ تباين. إن قلنا لا دائما نعتمد على هذه النسبتين، هي علاقة التوافق وعلاقة التباين. العلاقة هنا علاقة التباين. إذا كانت العلاقة هي علاقة التباين، ما العلاقة؟ عدد الرؤوس الذي يعتبر الراجع والمثبت. ولذلك هذه الأربعة نضربها بك ثمانية. شحال غادي يكون؟ أربعة في ثمانية 32. عندنا شحال غادي يكون في أربعة؟ وهو موزع بين الزوجات الأربعة، يعني بمعنى أن كل واحد ستأخذ واحد. هذا أربعة موزع، تشد واحد، هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد. كم بقي؟ سبعة. وعلى الانتصار في جانب واحد. ننتقل بعد ذلك الى الانتصار في جانبين. يقسم عليهن بالتساوي، ماشي كل واحد شد 32 لو قسمتي على 4 على 8 عطاتك 4. 32 نقسم على 8 على 8 4 عطاتهم 4. كل واحد كيشد فيهم واحد واحد 28 كيدير ابن 28. هذا ترك صنفين من الولد، صنف يرث بالفرض وصنف يرث بالتعصيب. الزوجة هنا ترث الربع، يعني
هنا لأن هذيك ليس له أخ ولا أخت شي ساتي معنا. هو كيف يزيل الانكسار بالنسبة للأخ الشقيق والأخ الشقيقة هؤلاء يريدون بالتعصي. يعني هنا من كم تصح الفريضة أو ما هو أصل الفريضة؟ أربعة أربعة مقسوم على أربعة واحد مقسوم ضرب واحد وهذا الواحد موزع على الزوجات الثلاث كم بقي؟ أثلاث الثلاثة مقسومة على عدد الرؤوس كم عدد الرؤوس هنا؟ أربعة اثنين ثلاثة أربعة هذه الثلاثة أكبر قسمة على أربعة ها؟ إذن عندنا مشكلة معضلة عندنا معضلة هنا وعندنا معضلة هنا إذن يجب ماذا؟ أن نتغلب على المعضلتين ونبدأ بالمعضلة الأولى نبدأ بالمعضلة الأولى واحد اللي هو الأسهم وعرض الرؤوس حال إذن واحد وثلاثة أشنا هي ولكن دائما باعتماد التوافق والتباين أشنا هي العلاقة؟ تباين إذا كانت العلاقة علاقة تباين أشنا هو المعتمد؟ أعرض الرؤوس أشنا هو عرض الرؤوس؟ كان شدوه محتفظوا به محتفظوا به كان مشوا الجانب الآخر عندنا الأسهم ثلاثة وعندنا عشر الرؤوس كم؟ ثلاثة وأربعة تباين شنو هو العمل؟ ها؟ على الرؤوس على الرؤوس كم هم؟ أربعة أخ كم تجيبون؟ أربعة 12 نقارن بين ما توصلنا إليه في هذا الجانب مع ما توصلنا إليه في هذا الجانب ولكن باعتماد النسب الأربعة كان فرصة إذا تعلق الأمر بإزالة الانكسار في جانب ونعتمد ولا لا عشر توافق إذا كان عندنا انكسار في جانبين وثلاثة فما يتحصل عليه في هذا الجانب وما يتحصل عليه في هذا الجانب وإذا كان الجانب الثالث يعني نبحث عن العلاقة الجامعة بين المتحصل عليه باعتماد النسب الأربعة إذا ثلاثة وأربعة كاين تماثل؟ لا كاين تداخل؟ لا كاين توافق؟ لا أش كاين؟ تباين إذا كاين تباين أش كنديرو؟ نضربو نضربو يا عشرة ثلاثة وأربعة شحال؟ 12 هذا اش كنسموه الراجع او المثبت وهذا الراجع او المثبت اش كدير ليه كنضربو في هذا العصر شحال اذا لهنا 48 اش قلنا 12 نضرب 48 وكنضربو فاطمة يقسم الفرقة ليشتروا أربعة 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 يعني هذه غيشتروا أربعة وهذه غيشتروا أربعة وهذه غيشتروا أربعة إذا هنا 12 بينهما يعني هاد ثلاثة نضربها في 12 هذا ستة ستة وثلاثين ستة وثلاثين غادي نقسموا على ايش؟ على أربعة باش نشوفوا شحال ياخذ الأخ خمسة تاخذوا ها؟ الأخت إذا شحال غادي 36 مقسومة على 4 شحال؟ ها؟ ها؟ مقسومة على 4 لهنا شحال؟ 9 شنو تما مرات؟ إذا أستاذ نعم سلي مرات 9 إذا هنا الأحكام سيقول 18 الأخت شحال تاخذ؟ 9 الأخت الأخرى كم ستاخذ؟ 9 واش واضح هادشي؟ هذا أخ شقيق وهذا أخته وهذه أخته
واش هذيك هو الماضي الاربعه هذه الجيم واحد يعني تركيز راه الان مساله بسيطه وسهله بس تتوقع ها شكون ابنيتي راه كان كنبح هنا كاين الكلب من من 8 حتى الان شحال راه الساعه ما شاء الله حاول نشوف الزملاء الذين فهموا ان يعملوا على ان يفهموا زملاء امرهم حاجه مالك كانت يوم والله شاهد كانت يوم اكتب المخياز تبارك المهم ان شاء الله هذه الامور ان شاء الله ستتضح يعني اثناء تناولنا لمسائل ارتياح ان شاء الله استودعكم الله و